السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم كلكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير والحمد لله. معاكم اخوكم هارد طيب من موبايل فورمي. النهارده وزي ما وعدتكم كل مرة ان انا بجيب لكم موضوع مميز. ناس كتير طلبت مني ان انا اعمل فيديو بشرح فيه ازاي بنقل الارقام بتاعتي من دليل الهاتف بحطها على الميموري كارد، بحيث ان انا لو جيت حبيت اعمل فورمات او اعمل اعادة ضبط مصنع الارقام بتاعتي ما تطيرش. تاني موضوع ازاي ان انا اخصص نغمة لكل متصل عندي، يعني مثلا زميلي صاحبي في الشغل عايز اخصص له نغمة، اخويا عايز اخصص له نغمة اخصصها له زي ما انا عايز. تمام، هنبدأ بالموضوع الاولاني وخلينا اشتغل معاك عملي احسن. تمام، ان انا هعمل فورمات للجهاز بتاعي، فانا حابب الارقام بتاعتي ما تطرش من على دليل الهاتف، فانا بقدر بحط باخد منها نسخة واحطها على الميموري كارد بتاعي، وبعد ما اعمل الفورمات او بعد ما اعمل اعادة المصنع بقدر ارجع الارقام تاني ما فيش مشكلة فيها والارقام ما تطرش. احنا كل الموضوع نضغط على الهاتف، تمام، ونضغط بعد كده نجيب جهات الاتصال، وزي ما احنا شايفين الاسماء كلها دلوقتي. كل الموضوع هنضغط على الزر ده ونعمل حاجة اسمها استيراد اند تصدير، هنضغط عليه. احنا نعمل اول تصدير لبطاقة الاسم، يعني احنا عايزين ناخد نسخة نوديها فين على الميموري كارد بتاعتنا. هنعمل التصدير، هيقول لي انت عايز توديها بملف اسمه VCF. اوكي خلاص، هو دلوقتي هيبدأ بيعمل تصدير للأسماء كلها. خلاص كده تم التصدير، نقدر ان احنا نمسح كل الاسماء كأننا عملنا اعادة ضبط مصنع. خلاص احنا عملنا اعادة ضبط المصنع بتاعنا او عملنا الفورمات ومفيش اسماء عندنا خالص. طب ايه العمل؟ عايزين نراجع الاسماء، برضه هنضغط على نفس الزر اللي هو ده، تمام، وهنختار منه برضو استيراد، ونعمل استيراد من بطاقة الايه الميموري كارد. تمام، وهيبدأ ان هو يبدأ يسترد كل الارقام. هنبدأ نشوف، نلاحظ ان احنا الاسماء الارقام كلها بتنزل قدامنا، بس خلاص على كده. ده بالنسبه للموضوع الاولاني، ان انت لو حبيت تعمل فورمات او تعمل اعاده ضبط المصنع وانت خايف على الارقام بتاعتك بتقدر ان انت تاخد منها كوبي وتحطهم على الميموري كارد. الموضوع الثاني واللي انا حابب اشرحه برضه، لان في ناس كلمتني فيه على كذا موقع وحبيت ان انا اشرحه عن طريق الفيديو دوت، اللي هو ازاي اخصص نغمه لكل واحد متصل عندي، بحيث مثلا زميلي في الشغل او صاحبي اخصص له نغمه او اخويا اخصص له نغمه. برضه كل الموضوع ان احنا هنضغط على دليل الهاتف برضو. اوكي تمام، وبرضو هنجيب جهات الاتصال. ونيجي على واحد زي مثلا دوت، تمام، ابراهيم دوت، انا عايز ان انا اخصص له نغم، اعمل ايه؟ كل الموضوع هاجي على دي نغمة الرنين دي، تمام، وبختار النغمة اللي أنا عايز أعملها له، مثلا عايز أعمل له النغمة دي. طيب ده بالنسبة للشخص ده. طب أنا عايز أعمل شخص تاني اللي بعديه مثلا ده، برضه هاجي عند نغمة الرنين دي وأضغط عليه وعايز أعمل له إضافة. النغمات دي كلها مش عجباني، أختار واحدة من دول أعمل له إضافة وأجي على كده. ماشي، اي نغمه بقى دي مثلا، تمام، وظهرت عندنا النغمه كده. خلاص مجرد ما الشخص ده يتصل بيا الرقم دوت هيرن معايا النغمه دي. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، اتمنى المره دي برضو يكون شرحي بسيط وسهل بحيث الناس كلها تقدر تفهمه. كان معاكم اخوكم هارد طيب من موبايل فورمي.